أندونيسيا، تفجيرات بالي راح ضحيتها أكثر من 200 شخص. أشعر بالغضب وأتساءل، لماذا فعلوا ذلك؟ كنت دائما سعيدة وأضحك، أما الآن فهذا لا يحدث أبدا. أهل وأقارب الضحايا وجها لوجه مع المسؤولين عن الهجوم، لقاء مع القتلة عن قرب ضمن الموسم الوثائقي صراعات باسم الجهاد لأول مرة على شاشة بي بي سي.